نرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا يا كابتن. الله يخليك يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناتنا الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الوش حلو النهارضه. انت اللي دايما وشك حلو. كابتن علامه اهو، كابتن اسامه عرابي، كابتن عدد. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على الفوز وعلى الاداء والنتيجه. ان شاء الله نبارك له ان شاء الله باذن الله يوم السبت، وحظ اوفر لنادي بيراميدز. كابتن ايمن، قبل ما بخش في الحالات نتكلم شويه دي على الحكم المباراه، نتكلم على البنا والشخصيه التحكيميه. الحاجه الوحيده كابتن علاء اللي انا ما اقدرش اديها للحكم هي الشخصيه التحكيميه. ممكن اديله اطور اداؤه في الناحيه الفنيه او البدنيه، او اخليه يذاكر شويه في القانون وفهم القانون، لكن الشخصيه دي صعب انك انت تديها للحكم. على الرغم النهارده مباراه صعبه جدا 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 في جدول الدوري، طبعا انت عارف اللي بيكسب بيصعد للاول. مباراه صعبه تحكيميا على محمود البن، ولكن النهارده هو ادارها بشخصيه تحكيميه جيده. هناك يمكن اختلف معاه في بعض البطاقات الصفراء، ولكن بشكل عام كان اداؤه النهارده مقنع للكل. يعني كلما لما تلاقي حكم كابتن علاء كابتن اسامه اللاعبين مقتنعين بادائه، هو ده محمود البنا صاحب المباراه الكبيره النهارده اللي هو ادار مباراه جيده مع طاقم التحكيم المتميز كان احمد حسام طه.